وصلت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة توفير اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة بني سويف. وصلت المبادرة أعمالها من داخل مركز بيبا، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال المنفذ بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد من اللحوم المجمدة. هذا وتواصل مبادرة حياة كريمة بيع وتوزيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بمحافظة الجيزة. جاء ذلك وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة التي تهدف لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. انطلاقا من دور المؤسسه المجتمعي واستمرار لدورها في تخفيف الاعباء وتوفير حياه كريمه لاهالينا المواطنين، سواء بقى على كافه ربوع الجمهوريه، ولو بنتكلم على محافظه الجيزه فاحنا منتشرين على كافه احياء ومراكز المحافظه. احنا متواجدين النهارده في اليوم 16 على التوالي. كل اللي جايين قاعدين يقولوا ما تمشوش، لو حضرتك حتى سالتيهم دلوقتي هم احنا دلوقتي كاتبين ان احنا اخر يوم لنا مثلا الخميس، فكله بيقول لا لازم تستمروا لان جوده حاجتكم جميله جدا وجربناها، وانا شخصيا جربت اللحمه والكبده من هنا ما شاء الله في فرق كتير جدا عن بره. متطوعه من حياه كريمه، النهارده 9 يوم لينا النهارده، اللحمه بلدي مطبوحه النهارده 310 في اي قطعه. بنفتح من 8 الصبح لحد 6 المغرب، كيلو اللحمه ب 310 موجود، كل حاجه بفتيك كوارع عكاوي اي قطعيه المشتري بيختارها احنا بنقطعها له ونديها له.